بحضور عدد من رجال الاستثمار والصناعة في مصر وكبار المسؤولين في الهند، نظمت الجامعة البريطانية المؤتمر الاقتصادي المصري الهندي، وذلك بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. فلنبدأ أبدا بالتذكرة بزيارة الناجحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند في شهر سبتمبر اللي فات. أولا رصيد مشترك من العلاقات والتاريخ. أنا تحدثت يمكن عن زيارة غاندي لمصر سنة 1931، عن دور مصر السياسي المهم مع الهند في إرساء قواعد حركة حتى اليوم موجودة. عندهم صناعات متطورة، عندهم صناعات عسكرية متطورة، عندهم أقمار صناعية، ونحن في أشد الحاجة إلى هذه الخبرة في كل هذه المجالات. فلا يعني أوجه تعاون كثيرة جدا. وهنا يأتي دور بقى رجال الأعمال واتحاد المستثمرين والجامعة اللي احنا فيها، ان احنا علينا ان احنا كلنا بقى نحدد الى هذه الطول ونحط بقى التوصيات اللازمة ونرفعها الى صاحب القرار. منطقة قناة السويس مشروع غير عادي للاستثمار، خاصة انه يقربكم من اوروبا. مصر بلد مستقرة سياسيا، مصر سوق كبير مش 96 مليون، احنا السوق ده 1.2 مليار لما نضيف له أوروبا، الاتفاقية العربية والكوميسا لأفريقيا والاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية. حجم السوق كبير، النفاذ للأسواق. الهند دولة كبرى، دولة هامة جدا في العالم، دولة قريبة مننا، دولة تربطنا بها صلاقات عميقة ووثيقة. أنا شخصيا عشت في الهند 4 سنوات في نهاية السبعينيات، وأتذكر جيدا كيف أنني شعرت أنني كما لو كنت في بلادي. التشابه شديد والعلاقات قوية، وبالتالي هذا المؤتمر اليوم كان فرصة للحديث عن الاستثمارات، عن العلاقات الاقتصادية. الهند تجربة ناجحة جدا، واقتصادها قفزات كتيرة جدا في السنوات الأخيرة، وعندها خبرة كبيرة جدا في إعادة العلماء الهنود اللي في الدول الأمريكية والدول الأوروبية إلى إحداث الثورة التكنولوجية الموجودة في الهند. تجربتها ناجحة جدا في مجال الاي تي، تجربتها ناجحة جدا في مجال تصنيع الدواء. العلاقات المصرية الهندية هي علاقات تاريخية تشهد دائما نموا وتطورا على كافة الأصعدة المختلفة الاقتصادية والثقافية والعلمية. تعاون مشترك يعكس دائما عمق التواصل بين البلدين من خلال تحقيق التنمية والاستفادة من الخبرات. شنودة سعد، صباحك عندنا، قناة المحور.